ما هو آخره كان
شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تخطمه يا وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيبي كم حسنت لذتان للمرء قاتلتان من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخام واستغرق الدمع من عين القادم تلأت من المحارم وزمح مياز الندم وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محاطك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوب أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصوم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من غرام وشد من سغم أحشاءه وطوى تحت الحجارات كشح المطرف الأدب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ما لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ولا كرم
ثم اصطفاه حبيبا بارئون نسمي منزه عن شريك في محاسني فجوهر الحسن فيه ضير القصيم دعما وانسوب إرادته نشيت من شرفي وانسوب إلى قدره نشيت من عظامي فإن فضل رسول الله ليس لولا سبت قدره ليازه عظاما أحياته حين يلعب عيسى الرمم لم يمتحن بما تعيا العقول به حصلا علينا فلا الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسألوا عنه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى رسل الكرام بها فإنما اتصلت فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام حتى إذا طلع في الأفق عما هداها العالمين وأحيا سائر الأمم بخلق نبي Yeah.
طيبة يا عديل تربا ضم أعظمه طبا لمنتشق منه وملتثي أبا يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبتاء ونكسرى أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الفاسد الأسف عليه والنهر ساهي العين من سفام وساء وتآمن قالت نوحا غيرها ورد وائدها بالغيظ حين ضامي كأن به النائم بالنائم وبالمائنا بالنار من ضرامي والجن تاتف والأنوار صاطعة والحق يا من بعد ما أخبر الأقوام كاهلهم بأن ذيلهم المرع والشلام حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إتراب منهزم كأنهم هربا أغبال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيهم.
الهموم نبذل به بعد تسبيح بمطلبه نبذل مسبح بأحشاء ملتقيم جاءت نداء دعوته الأشجار ساجدة تمشي إلى من خير مولى.
السلام لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نبت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس يركب فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما أبرأ بلمس راحته وأطرقت قريبا من ربقة اللمام وأحيت السنة الشباب هواته حتى حكت غطة في الأصول بعارض جدا خلت البطاحة بها سيل بنا اليم سيل بنا العالمين لما شكت وقعه البطحاء فأدت الأرض من رزق أمانتها بإذن خالقها للناس والنعم وألبست حللا من سندس تجلو قلائدها مثل البهار على الأبصار والحلم وفرق النسد القحط وانبعثت من المكارم نفس النكس والبارم منها بمنفخم مولاي صلي وسلم دائماً.